طبعا ما فيش شك انه كان في كمان تغطيه دوليه كبيره جدا لفعاليات مهرجان العالمين، وده ظهر بوضوح خلال المتابعه اليوميه للمهرجان وبشكل خاص بقى عبر وسائل الاعلام الروسيه الناطقه باللغه العربيه. خلينا بقى نعرف تفاصيل اكتر ودلالات الموضوع ده من مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي الاستاذ شريف جاد. استاذ شريف صباح الخير عليك. صباح الخير استاذ منى. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. خلينا بدايه نتكلم عن مهرجان العالمين والتغطيه الاعلاميه الروسيه اللي كانت كبيره جدا، وشفنا تفاصيل كتير موجوده في الاعلام الروسي عن المهرجان. الحقيقة من زيارات روسيا المتعددة دايما مصر موجودة في الإعلام الروسي بشكل جيد جدا، ودعاية عن منتجعاتنا السياحية وعن أنشطة المختلفة ومهرجاناتنا المختلفة. مؤخرا ظهر كمان أكثر من ريبورتاج في أكثر من قناة روسية، سواء كانت روسيا اليوم أو سبوتنيك أو روسيا 24. كل هذه القنوات الحقيقة قدمت تغطية متميزة جدا لفعاليات مهرجان العالمين بشكل متميز. الكاميرا اتحركت تقريبا في أجواء المنطقة كلها بشكل يعني في تحفيز للمواطنين الروس ان هم يشوفوا هذا المكان الجديد في مصر. اسم جديد ظهر الحقيقة في يعني في مصر، اسم العالمين، زي ما كان في دايما اهتمام كبير بالغردقة وشرم الشيخ وعين السخنة، ولقينا في تغطية متميزة جدا لأجواء الاحتفال. أولا في تنوع كبير جدا، الكاميرات غطيته بشكل مميز جدا، انتقلت من نشاط لنشاط، من نشاط ثقافي لرياضي لحفلات غنائية. المكان ساحر بالفعل حقيقة، يعني إنجاز بكل المقاييس مصر بتقدمه للعالم. فالكاميرا كانت مميزة جدا، كل المواطنين الروس اللي شافوا الريبورتاج دوت كانوا منبهرين بالمكان وبجماله وبفعالياته المتنوعة كلها. عظيم. شايف حضرتك من وجهة نظرك ايه سبب الاهتمام الكبير بهذا الحدث؟ هل التقارب المصري الروسي مثلا كان ليه انعكاسات على وجود مصر على الساحة الإعلامية الروسية؟ شوف استاذ محمد، مصر زي ما قلت لحضرتك موجوده بشكل مميز جدا في الاعلام الروسي من فترات طويله جدا. ده ناضح السنه دي، بنحتفل ب 80 سنه علاقات دبلوماسيه ما بين مصر وروسيا. فخامه الرئيس السيسي هنأ الرئيس بوتين، بوتين رد بالتهنئه. الحقيقه فعاليات كثيره جدا بتقام ما بين البلدين في اطار هذه المناسبه الكبيره جدا. على بعد ايام معالي وزير الثقافه الدكتور امين كلياني بتسافر بوفد كتير لروسيا لختام فعاليات التعاون الانساني ما بين مصر وروسيا. مصر فيها يمكن اكبر جاليه اوروبيه او اكبر جاليه روسيه موجوده في منطقه الشرق الاوسط. عندنا الغردقه وشرم الشيخ في يعني عائلات روسيه مقيمه بشكل دائم في مصر، واصبحوا يعني جزء لا يتجزا من نسيج السكان المصري باولادهم طبعا اللي هم الزوجه روسيه والزوج مصري. فده جيل جديد ظهر. الجاليه الكبيره دي طبعا محط عن اهتمام الجانب الروسي، لان دول يعتبروا ابناء برضه لروسيا من الام، ففي اهتمام بيهم في تنشيط وحفلات وتنظيم فعاليات مختلفه، معسكرات اطفال بيعملوها لهم هناك وبيرجعوا تاني. هنا في فعاليات كثيره جدا، انا على بعد يعني اظن نص ساعه من موقع الفندق العالمين في مشروع كبير مصر بتعمله مع روسيا اللي هو الطبعة. عدد كبير جدا من العاملين والفنيين والمهندسين الروس مقيمين دلوقتي بشكل دائم في عمل يعني شاق جدا وتاريخي بكل المقاييس. بناء المفاعل النووي المصري بالتعاون مع الجانب الروسي، دولت كلهم العالمين بالنسبه لهم هم اقرب مكان للاستكمام في الاجازات الاسبوعيه. مكان مدهش وجميل ومحفز هم يخرجوا من معسكر العمل ويروح للعالمين. انا قريبه جدا نص ساعه. الاهتمام الروسي بمصر ده ممتد على نشر يعني على مدار سنين طويله. الفتره اللي فاتت دايما في تغطيه لكل الفعاليات المصريه. طول ما انت ماشي في مدن مختلفه مش بس موسكو ولا بيترسبورغ تلاقي اعلانات كثيره جدا عن اجمل ما في مصر من اثار ومتاحف. ويعني طبعا مكانة مصر لدى الجانب الروسي واضح جدا تلاحظها، بمجرد ما تفتح اي قناه من القنوات الروسيه وانت في روسيا هتشوف ده بشكل ملموس جدا.
طيب احنا عارفين زي ما حضرتك بتقول ان الاعلانات وموجودة في اماكن مختلفة، متوقع ان احنا ممكن نلاقي في الموسم الصيفي الجاي السائح الروسي بيفاضل ما بين البحر الاحمر والبحر المتوسط ويقول لا انا هروح العلمين؟ عايز اقول لحضرتك انه انا في مركز الثقافة الروسي زمايلي الروس متعودين في الاجازات الاسبوعية يعني يسافروا اي منتجعات مصرية، فكان دايما اماكن الاولتان شوية كان هي بتشدهم. النهاردة الاسبوع اللي فات زمايلي اللي في المركز سافروا العالمين اللي هم العاملين في المركز الثقافي الروسي، لانه الدعاية الكبيرة جدا والجهد الهائل في وسائل الاعلام المصرية حفز الناس انها تشوف، وحتى الروسية يعني زمايلي اللي راحوا مش بس شافوا ده في التلفزيون المصري، شافوه حتى في التلفزيون الروسي، فبالتالي كانوا رايحين يعني متحمسين ان هم يشوفوا مكان جديد، وبداوا يتعودوا ان هم في الاجازات الاسبوعيه او كل شهر ان هم يروحوا العلمين، وده اكثر من زميل ليا في مركز زاروا العلمين. عظيم، ودي وسيله مهمه جدا من وسائل الدعايه للمهرجان، يعني لما يبتدي بالروس اللي موجودين بالفعل في مصر ان هم يروحوا يزوروا مدينه العلمين ويتبسطوا ويتفسحوا ويستمتعوا بالاجواء اللي موجوده هناك في المهرجان وما بعد المهرجان، لانه حتى بعد انتهاء فتره المهرجان ليه انعكاسات على حركه السياحه في المنطقه. ده جانب، بجانب طبعا تناول المهرجان في الاوساط الاعلاميه الروسيه، كل ده بالتاكيد هيكون ليه انعكاسات على حركه السياحه زي ما حضرتك ذكرت. انا بتمنى من خلالكم ان الجاليه الروسيه الكبيره اللي موجوده في مصر سواء كانت في القاهره او اسكندريه او الغردقه او شرم الشيخ، تحديدا في الغردقه عندهم فرق فنون شعبيه وباليه، هم يشاركوا في مهرجان من خلال وزارة الثقافة المصرية أو هيئة تنشيط السياحة، ويقدموا دعاية أكثر للجانب الروسي وللشعب الروسي من خلال هذا الجيل اللي بنسميه الجيل الذهبي المصري الروسي، دي أسر مصرية روسية، دول أبناء روسيا مقيمين في مصر، عندهم زي الشعب الروسي فنون شعبية وبالي وأنشطة وغناء كمان، أصوات حلوة جدا، هم يقدموا حفلات، واحنا مستعد اتعاون مع تنشيط سياحي او وزاره الثقافه ان احنا نرتب زياره هذه الفرق اللي مقيمه في مصر بالفعل بس هم روس. مهم صحيح يكون في تعاون ومشت. صحيح انا يعني ده يسعدني جدا، واعتقد ان هم متحمسين للنشاط في العالمين بعد الجهد الكبير اللي اصبح اسم العالمين في الفتره الاخيره الحقيقه، اسم يعني يشد كل الناس. شكرا جزيلا استاذ شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، الف شكر لحضرتك.